الحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عبد الصمد اليزيدي الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا. أهلا بك في نشرة الثالثة. كيف ترون هذا في بريطانيا كيف ترون هذه المبادرة والتعاون بين الأوقاف السنية بمملكة البحرين والمجلس الأعلى للمسلمين؟ شكرا جزيلا على هذا التواصل. في البداية لازم أن نقدم الشكر الجزيل لدولة البحرين التي أفادت لنا خيرة المقرئين في شهر رمضان المبارك للمرة الثانية هنا في جمهورية ألمانيا. ممكن أن نقول لكم بأن الصدى الذي يتركه المشايخ الكرام في إمامتهم للتراويح وكذلك في تنظيمهم لبعض الجلسات لقراءة وتلاوة القرآن الكريم صدى إيجابيا كبيرا. هناك إقبال لا مثيل له على المراكز الإسلامية في ألمانيا والمساجد التي يزورها المشايخ الكرام. وبهذه المناسبة نتقدم لفضيلة ومعالي الشيخ راشد الهاجري بالشكر الجزيل على هذه المبادرة الطيبة ولدولة البحرين كذلك على هذا الخير الكبير الذي يعمنا في عواصم مختلفة في ألمانيا من شمالها إلى جنوبها. نعم الأستاذ عبد الصمد اليزيدي الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، شكرا جزيلا لك.